السلام عليكم. البارح كلشي كان موجه الانظار ديالو يعني على المقابله المنتخب الوطني المغربي الاول، فيما كانت مباراه مهمه البارح جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب المالي. تغلب فيها المنتخب الوطني المكفوفين بهدفين لصفر وتوج بكاس افريقيا للمره الخامسه تواليا. هذا الكاس هذه كانت منظمه في المغرب. انا عارف بزاف الناس ما كانوش عارفين هذا الخبر هذا، يعني كاين اللي عارف ولكن كاين اللي ما عارفش شنو هي البطوله وفين تجرات وشكون مع من كان لاعب. فالمنتخب المغربي المكفوفين يعني توج بكاس افريقيا للامم للمره الخامسه تواليا مور بعض، والعام اللي داز والعام اللي قبل منه واللي قبل منه واللي قبل منه، خمس مرات مور بعضهم كيدي كاس افريقيا. هذه المره كان مع المنتخب المالي، يعني تغلب عليه تفوق عليه بهدفين لصفر وتوج بكاس افريقيا للمكفوفين. فتحياتنا لهذا الاخوان ديالنا اللي هما مكفوفين ولكن بالاعين ديالهم فقط، بل عندهم البصيره في القلب ديالهم وكيشوفوا بقلبهم. تحياتنا لهم، برافو لهم، حمروا لينا وجهنا. البارح كانت الانظار كما قلت لكم كانت متجهه كلها صوب المنتخب الوطني الاول، لكن هذا المنتخب هذا كان منسي، خصنا نسلطوا عليه الاضواء ونردوا له البال ونوهوا بهذا الانجاز التاريخي اللي داروا المنتخب الوطني للمكفوفين.